القميص الأخضر بالدفاع اللقبي بفوز معتبر على منتخب زامبيا، وبهدفين مقابل لا شيء أحرزهما مناصفة على مدار الشوطين ياسر رضوان بالدقيقة 37، والهدف الثاني جاء بإمضاء اللاعب الدولي حسام حسن بالدقيقة 49، وقد جاءت المباراة في إطار مباريات المجموعة الثالثة. القميص الأخضر بالدفاع اللقبي بفوز معتبر على منتخب زامبيا، وبهدفين مقابل لا شيء أحرزهما مناصفة على مدار الشوطين ياسر رضوان بالدقيقة 37، والهدف الثاني جاء بإمضاء اللاعب الدولي حسام حسن بالدقيقة 49، وقد جاءت المباراة في إطار مباريات المجموعة الثالثة.